يا ماما احنا اتطلقنا وما عادش ينفع نعيش مع بعض بعد النهارده. ايه بتقولي ايه؟ هتقسمني في كل اموالي واملاكي بالنص؟ ايه؟ اهرب من السويد؟ يا ماما مش هينفع، ده هتبقى ديون عليا وعمري ما هعرف حلها. وكمان ازاي هقدر اشوف ولادي حبايبي؟ لا يا ماما لا، تغور الفلوس بس ابقى مع ولادي حبايبي. استنوا شويه، ايه رايكم اقول لكم حل يخليكم بعيد عن الدراما والشويتين دول؟ هذا الفيديو تقدمه لكم منصه اكتر. في حاجة في القانون اسمها اتفاقية ما قبل الزواج، والنوع ده من الاتفاقات في السويد اسمه العقود الخاصة، وعلى أساسه بيحق للزوج والزوجة إن هم يعملوا فرز لكل أملاكهم قبل الزواج، ويعلنوا إن هم مش عاوزين يتقاسموا أملاكهم دي مناصفة مهما حصل. طب الأملاك اللي موجودة قبل زواجهم هي دي بس اللي يقدروا يستبعدوها من المناصفة؟ أكتر بقى سألت الخبيرة القانونية في السويد أزار عليك عن إجابة السؤال ده، عشان عاوزين ناخد الإجابة من مصدر موثوق. وقالت ان اتفاقية ما قبل الزواج ممكن تشمل حاجات تانية غير فلوس الزوجين قبل الجواز، وده زي الميراث اللي حد من الزوجين هياخده بعد الجواز، وكمان الارباح اللي بياخدها حد منهم بعد الجواز من شركة او عمل تجاري او غيره، وكمان ممكن تستثنى الاملاك البديلة من المناصفة. طب يا ترى ايه هي الاملاك البديلة دي؟ هيجي واحد بقى يقول لي انتوا هتغرقونا بمصطلحات قانونية مش هنفهمها. لا لا لا، ده انا هحكي لكم مثال بسيط جدا عن الاملاك البديلة. مثلا لو الزوجة عندها عربية تويوتا برا المناصفة وحابه تبيعها وتشتري مكانها عربية مرسيدس، وده حتى لو المرسيدس ثمنها اغلى وفي فرق سعر كبير بين الاثنين، برضه هتفضل العربية برا المناصفة بين الاثنين لما بيتطلقوا. ايوه يا ماما سمعاني، يا ريتني سمعت كلام عمي وعملت اتفاقية ما قبل الزواج انا ونور. دلوقتي بقى ما عادش ليا غير الندم انا وولادي حبايبي. بس 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 يا عم انت ايه الدراما دي؟ على فكره انت كمان ليك الحق انك تعمل الاتفاقيه دي بعد الجواز، بس لازم الموافقه دي تبقى من الطرفين عشان الاتفاقيه تتم. على كده بقى يا عزيزي ويا عزيزتي، لو مش عايزين نصكم التاني ياخد املاككم بعد الطلاق لا سمح الله، اديني عرفتكم الحل مع اكتر اخبار السويد الموثوقه. وبس كده، السلام عليكم.